أحبائي حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ العمل اليوم اللي هو الصفحة 26 من دروس التربية التشكيلية للمستوى الخامس والابتدائي، واللي كنا حنا وقفنا فيها صراحة الله نزولا عند رغبة بعض الناس اللي هم مساكن محتاجين لها، إما امتحان إما المدرسة. قبل ما نبدأ هادشي هذا، احنا أصلا كنا واقفين في هاد الصفحة هذه، وانا حاولت ما امكن نحقق العديد من الرغبات، ولكن المشكله عندي ان في التحميل عندي بزاف الفيديوهات مسجلين، ولكن ما كيبغيوش يمشيو. اذا غنحاول انني نمشيهم واحد بواحد كما على الله يوصلوا لكم في الوقت. وكنعتذر على التاخير الخارج عن الاراده ديالي، لان انا كنت قطعت يدي هادو بجوج، وفي نفس الوقت كنت ضربني البرد بزاف، ويعني وبقيت مريضه مده طويله، وكنتمنى من الله انكم تسمحوا لي، وكنعتذر لكم بشده. الدرس اليوم احبائي كيقول لك ابداع، يعني هذا الابداع ديالكم فقط، يعني ماشي انا نوريكم غير نموذج وانتم تعدلوا لي. كان بالحق اليوم الدرس اليوم غنقسموه الى حلقتين. علاش نقسموه الى حلقتين؟ الحلقه الاولى غادي نعملوا الارضيه بحال دائما، غنعملوا الارضيه بحال اللي كنا عملنا في شد الصفحات. ها هما انا غنوريهم لكم. كنا عدلنا الارضيه هنا وهنا، كنا عدلناها في الورق المقوم ماشي في لان هذا الكتاب دبني. ها هو، ها هي النقطه ديالو، شفتوها؟ الكتاب ديال الولد ديال الابن ديالي، ها هي النقطه ديالو، هو اللي كان عدل هذا الصفحات هادو. ودابا هاد الصفحات هادو اللي غنوريكم هو فاتهم، يعني ما غيحتاجهمش، حنا نخدمو فيهم اصلا، ما طلبوهملوش الاساتذه، ما طلبوش هادو لانهم اصلا عندكم. شوف شوف اولادي، عندكم صفحه 22، عندكم صفحه 22 وصفحه 26 وصفحه 30 وصفحه 32 و33، كاملين هادوك نفس الموضوع اللي هو التدرج في الالوان والابداع في منظر طبيعي. اذا ممكن انكم تعملوا على داكشي. حنا الاساتذه ديال ولدي، الاستاذ ديال ولدي ما قال له ما تعدلوش داكشي كامل، عدلو غير ديك جوج ديال الصفحات والصفحه الاولى. اذا داكشي بقاو له هاد الصفحات خاوين، حنا غادي نشتغلوا فيهم على بركه الله. اذا غنوجدوا الارضيه، وما يمكنناش نخدموا فوق الارضيه، خصنا حتى تنشف، خصنا حتى تنشف. اذا عندنا تدرج اللون الازرق واللون الاخضر، تلميم بالصباغة المائية والفرشاة من اللون الأحمر، وطبق تدرج اللون من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق على رسم من إبداعي. حنا غادي نعدلو اللون الأحمر فينا هو، ها هو، غنعملو اللون الأحمر هو مزيان. غادي نعدلو اللون الأحمر وغادي نخدمو اللون الأزرق واللون الأحمر. قبل ما نبداو غادي على بركه الله غادي نفزقوا الشيته ديالنا بالماء، وغادي نبداو باللون الابيض. غنبداو باللون، شنو هو الابيض؟ ها هو، لاحظوا معايا، غنعملوا الارضيه وعاد غنرسموا من فوق منا بالحق حتى تنشف. فهمتوا كيفاش؟ حتى تنشف، انا كنقولها لكم من دابا. وطبعا لان الكتاب المدرسي ضروري وليداتي غادي نخرجوا على الاطار، واخا بعض الاساتذه كيقولوا ما تخرجوش على الاطار، بحق انا بالنسبه لي عندي زايد ناقص، ماشي زايد ناقص الكلام ديال الاستاذ، باش نكونوا واضحين. زعما المهم غير ان المهم غير انكم تخدموا، يعني ما كيهمش الاطار. بالحق كتبقى كلمه الاستاذ هي الكلمه الفصل، بمعنى الا قال لك ما تخرجش على الاطار، حاول ما امكن ما تخرجلوش على الاطار. غادي نصبغها كامله باللون الابيض، هذه اللي هي غنعمل فيها التدرج. اللون الابيض هو اللي كيعطيني هذا الخدمه ديال التدرج. لاحظوا معايا انا عملت فيها اللون الابيض، دابا غادي ندخل شويه ديال اللون الازرق. لاحظوا، ها هو شويه، لاحظوا كيفاش غترجع، لاحظتوا؟ يعني ما كيبقاش ديك اللون الازرق المغلوق. غنبداها من فوق مغلوقه، هبطة وانا كنفتح اللون. هاد العطلة اللي ماجية عندنا فيها تقريبا وقيلة اسبوع، غادي نخصصها لجميع المستويات. نهار الاولي غادي نعمل غير التحضيري، نهار الثاني الثاني، ونهار الثالث الثالث، وهكذا.
كنبقى نديها ونجيبها حتى كتنسجم مع اللون الابيض. لاحظوا معايا كيف بقى التدرج. نعليها لكم شويه لان الضوء قوي. ها هو لاحظتوا هانتينا من اللون الازرق، اللون الازرق الفاتح، غنزيد شويه الازرق وليني في الراس ديال بعضهم، في الراس ديال هذا الورقه. انا اصلا كنت قطعت يدي، ما كنتش كنقدر نخدم بها نهائيا. انتما كتعرفوا بان حنا ما كنقدروش نخدموا بيد وحده، يعني ضروري جوج اليدين. ها حنا هذه غنخليوها تنشف. دابا غنغسل الشيته ديالي، غندخل اللون الاحمر. اولا باش نظهر لكم نعملوا هذه كامله زرقاء ونلعبوا باللون الاحمر والبنفسجي في الوسط. نلونوا اللون الاحمر والبنفسجي. اذا وقيله انا بانت لي نعمل كل شيء زرق، وديك الساعات نعمل احمر وبنفسجي في الرسم ديالي، في الرسم ديالي. اذا نكملها بالزرق، انا كنت غنعمل احمر بحق غادي نكملها بالازرق. وما عملتش الازرق المغلوق لان المغلوق غادي نخدم به في النموذج اللي غنرسم فوق هاد الارضيه. علاش كنعملوا الارضيه؟ علاش كنعملوها؟ لان باش ما كيبقاو لنا الفراغات، ما كيبقاو لنا الفراغات، ما كيبقاش الفراغ من تحت ابيض ديال الورقه، كيبقى اللون ازرق. كيبقى اللون الازرق. انا عملت الارضيه ديالي، غادي نخليها تنشف. ملي غادي نخليها تنشف غادي نبدعوا فوق منها اشكال وانواع، اشكال هندسيه ولا رسوم، يعني من الاختيار ديالنا حدايا. وغادي نلعبوا فيها بالتدرج ديال اللون الازرق واللون الاحمر. بمعنى غادي ناخذوا الابيض والازرق والاحمر، غنخرجوا الفاتح والغامق والبنفسجي مفتوح والبنفسجي مغلق والاحمر فاتح والاحمر غامق، حتى نساليو العمل ديالنا. اذا غادي نخليوها تنشف ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. ان شاء الله تكون نشفت هذه، لان هذه خاصها ليله كامله باش تنشف. غنحطوها هنايا. على ما تنشف هي غادي نستغل هذه الفرصه هذه، غادي نقول لكم واحد الكلام ضروري انكم تسمعوه. بالنسبه لاي عمل فني وليداتي، دائما بحال دابا مثلا هما كيقولوا لكم بلاتي نجي نجر الكتاب نشرحو مزيان، لان هيدا بالشرح كيكون الكتاب بالشرح. هما كيقولوا لكم يعني بالصباغه المائيه والفرشات، دائما حاول ما امكن تصبغوا الارضيه هي الاوليه، لان باش ترسم وعاد تعمل الارضيه صعيب. واخا تكون شي ترقيقه بزاف، كاين بعض التفاصيل اللي ما كتوصلهاش، اللي ما كتوصلهاش الشيته. كاين بعض التفاصيل دقيقه جدا صغيره بزاف، وكيبقى فيها كيبقى الديفو في الصوره في الرسم. طبعا حنا ما كنهضروش بصفه احترافيه، لان الاحتراف خليناه لمواليه. كاين رسامه ما شاء الله ماهرين اللي هما محترفين في هذا المجال هذا، ولكن حنا يعني حنا غير كنتعلموا مع بعضيتنا. نتوما كتعلموا وانا كنتعلم صراحه هذا الله. ملي كتعدل الارضيه كتوجد اللوحه، حتى الفنان كيوجد اللوحه. كيفاش كيوجدها؟ كيشبر اللوحه وكيصبغها كامله باللون اللي خصو يرسم عليه هو، اما الابيض. الاغلبيه ديال اللوحات كيكونوا بويض، مع ان القماش اللي كيترسم عليه ديك اللوحه ماشي ابيض، ماشي ابيض. المهم هو كيحاول ما امكن يجهز اللوحه ديالو قبل ما يرسم عليها، اما كيعمل الارضيه زرقاء ولا حمراء ولا صفراء ولا بيضاء. المهم كيصبغ اللوحه ديالو باش كيعمل الخلفيه. بحال المصور مثلا، المصور ملي كيمشي شي واحد يتصور عنده، كيعمل له واحد الحيط من موراه فيه واحد الصوره ولا فيه واحد اللون، ولا هذيك هي الخلفيه. اذا حنايا غادي نعدلوا الخلفيه ديالنا تنشف. دائما وليداتي ملي يكون عندكم صفحه هيدا خاويه، حنا بقى لنا واحده اخرى، ها هي اللي هي صفحه 30، حتى هي فيها ابدع تشكيلات هندسيه اخرى عضويه منسجمه فيما بينها، واطبق تدرج اللون عليها مستعملا تقنيه التلوين بالصباغه المائيه والفرشات او بالاقلام الملونه. هذه فيها الاشكال الهندسيه والعضويه، ومع ذلك حتى هي غنعملوا لها الخلفيه، حتى هي باش يجيو الاشكال الهندسيه فوق منها.
خسرناه شتي الشرح، يعني خصو يكون مستفيد لدرجة تخشعنا وخسرناه. ما عندنا غرض، ماشي مشكل، اصلا قصه نصلحوها، المهم غير هادي نمسحوها باش ما توسخناش، باش مابقاش يكتب عندنا موسخ. المهم هذا هو اللي المقصود من الخلفيه. المقصود الخلفيه هي انك تينا تعمل واحد الرواق او واحد الارضيه ولا واحد الطبله علاش ترسم. دابا غادي نخليوها تبس، من بعد الجزء الثاني ديال الفيديو، ياك الجزء الثاني ديال الفيديو غنحاول ما امكن نجيب هذا الفيديو هذا قصير باش يمشي دغيا. والجزء الثاني ديال الفيديو ان شاء الله غادي نعدلوه غدا. علاش غنعدلوه غدا؟ لان خص هذه تنشف ليله كامله، وبالتالي غادي نعدلو الجزء الثاني تكون نشفت. حاولوا ما امكن ما تستعملوش الصباغه بزاف، لان هذا الورق مدعدع حالته حاله، هانتوما كيفاش كتشوفوه دغيا كيتكمش بالصباغه. اذا غنخليوها تبس على امل اللقاء بكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى الملتقى.